مساء الخير أبناء وطني الأعزاء. كان اليوم يوم عصيب، وأنا رأيت أنه من المناسب أن أتحدث إليكم من القلب. لا أنا محضر كلمة ولا عندي كلمة مكتوبة، إنما عايز أقول أن احنا مرينا بيوم في بالغ صعوبة، وعايز أقول أن الفترة الماضية اضطرتنا الحكومة تأخذ قرارات صعبة. قرار فض الاعتصامات لم يكن قرارا سهلا. احنا حكومة جاية علشان تمهد لحياة ديمقراطية سليمة، ومن اول مظاهر الديمقراطية السليمة هو الاعتراف بحقوق الافراد في التعبير، بكل مظاهر التعبير، بالكلام، بالكتابة، بالحديث، بخروج في مظاهرات سلمية. ولكن في كل دول العالم هذه الحقوق بتحترم بتصان، ولكن بشرط عدم إطلاق الآخرين، عدم الإضرار بهم. ومن هنا فلا يوجد حقوق دون أن توجد سلطة للدولة. سلطة الدولة والحقوق هما التعبير عن معنى دولة القانون. يعني إيه دولة القانون؟ دولة القانون يعني هناك حقوق ينبغي احترامها، ومن يخالفها توجد سلطة لضمان هذا الاحترام ومنع الاعتداء على حقوق الآخرين. طبيعة الأحوال لما وجدنا الأمور وصلت درجة لا يمكن تقبلها أي دولة تحترم نفسها وتحترم مواطنيها، فكان بدأنا بإعطاء الفرص لعدد من المحاولات، بعضها من أصحاب النوايا الطيبة في الداخل، بعضها من الوسطاء في الخارج، لإعطاء فرصة للمصالحة. بس لازم نعرف المصالحة معناها إيه. المصالحة هو حديث عن المستقبل. ما هو المستقبل الذي نريده ولازم نشترك فيه جميعا؟ مصالحة كيف نحقق حياة ديمقراطية سليمة، كيف نضمن الانتخابات القادمة تكون انتخابات نزيهة، كيف نضمن أن تتمتع بأكبر قدر من الرقابة والشفافية، كيف نضمن أن النظام القانوني اللي جاي بيحمي حقوق الكافة. لكن لما نرى أن الحديث باسم الحريات أو التعبير عن الرأي أو الخروج لإبداء وجهة نظر يتحول إلى ترويع المواطنين، إلى حمل السلاح، إلى قطع الطرق، إلى الاعتداء على الممتلكات العامة، إلى تعطيل مصالح الناس، ده ما بقتش احترام حرية التعبير، ده بقى اعتداء مش بس على المواطنين، على الدولة اللي مفروض علشان تقدر تمشي أمور الحياة تكون محل احترام وتقدير. لذلك كان لابد من أننا ناخد موقف، وأنه نقول أنه هذا الأمر لا ينبغي أن يستمر وأن يوقف بعد إعطاء الفرصة المناسبة التي أعطيناها. وبعدين احترمنا مشاعر المصريين، بلد متدين في شهر رمضان الكريم، ونشوف أحداث تحصل ثم بعدها العيد، وقلنا بعدها لكل حادث حديث ولابد أن يكون موقف. فكان لابد أن الدولة تتدخل لإعادة الأمن ولإعادة راحة المصريين واعتقادهم أن حقوقهم ما هياش معرضة لأنه أي حد يعرضها بقوة السلاح، بقوة الصوت العالي، بتهديده في بيته في مسكنه. كان لابد أن يحدث هذا، وطلبنا من وزارة الداخلية، كلفناها وزارة الداخلية بأن تتخذ كل ما يلزم لإعادة الأمن والاستقرار في الشارع، إنما بضوابط في إطار الدستور والقانون. لأنا عايز أقوله كمان إنه الأمن مش مسألة إننا بس حريصين على حالة المواطنين وإنهم يشعروا بالأمان في مرواحه ومجيئه في بيته في سكنه في الطرق سليمة. دون أمن لا يوجد استقرار سياسي، ولا يقل خطورة، وأنا راجل اقتصادي، إنه لن يمكن بناء اقتصادي في ظل هذه الفوضى العارمة التي لا تحترم فيها الحقوق، اللي الدولة بسلطة
هو مين اللي بيحمي المستثمرين؟ سلطة الدولة. إن لما تقول أنت تعمل تعاقد حاميك في قضاء مستقل أحكامه تنفذ. هذا الأمر الذي أدى إلى أننا نتدخل. لكن طبعا لما تدخلنا طلبنا ضرورة ضبط النفس لأقصى درجة. والحقيقة الشرطة، وأنا بنتهز هذه الفرصة لكي أتقدم بخالص الشكر للشرطة لأنها تحملت هذا الجهد الكبير بأعلى درجة من درجات ضبط النفس. طلبوا قبل ما يخرجوا يجي جماعات حقوق الإنسان يشرفوا، كل شيء كان في العلن، في تصوير، وتبين أنه في أسلحة، في ذخائر، في أمور لا تنتقل. الأمور الحمد لله انقضت الحالة الأولى، لكن حالة الانفلات الأمني مش بس كان في وجود ربعة أو نهضة، لا بدأنا نحس أنه بدأت حملة من إشاعة الفوضى، هجوم على أقسام البوليس، على مقرات الحكومة، على المستشفيات. فكان لابد أنه الدولة تتدخل بإجراء استثنائي بإعلان الطوارئ. وأنا عايز أقول ما فيش دولة تحترم نفسها وتلجأ إلى إعلان الطوارئ إلا في حالة الضرورة. الطوارئ بالنسبة لأي دولة مدنية ديمقراطية هو أبغض الحلال، ولكن هناك حالات تتطلب فرض مثل هذا الأمر، وأنا بوعدكم إنها ستكون لأقل فترة ممكنة بعد الناس ما تستعيد أنفسها وتنظر إلى المستقبل. وأحب أقول في النهاية إن دي حكومة جاية وملتزمة بخارطة الطريق، خارطة الطريق علشان نعد دستور توافقي مفيش إقصاء لأحد، يضمن للجميع الحريات دون أي تمييز. مش بس يضمن الحريات، وإنما نبني ديمقراطية تقوم على العدالة الاجتماعية. وأيضا لا تنسى إن البناء الاقتصادي تحتاج إلى أكبر قدر من الحوافز لتوفير إمكانيات الإبداع والقدرة على التقدم. فنحن نريد أن نبني دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية، دولة مفتوحة على العالم وعايزة جهود كل أبنائها. وأنا أشعر في النهاية بأن الدماء التي سالت من كل الأطراف شيء محزن، ولا يمكن أن يشعر أي مصري إلا بالألم والحزن الشديد لما آلت إليه الأوضاع. آمل أنه يسود العقل وتسود الحكمة وكلنا أصحاب هذا البلد، وننتهز هذه الفترة اللي فيها سكون بعد منع حظر التجول للناس تعود إلى نفسها، ونعود من جديد إلى دولة لنا كلنا بدون إقصاء. وإن شاء الله نستمر وسنبني دولتنا الديمقراطية المدنية المفتوحة على العالم، الغير المنكفئة على نفسها، اللي فيها مكان لكل الناس بصرف النظر عن عقيدتهم، عن لونهم، عن جايين من أي منطقة. هذه بلدنا جميعا وتستحق مننا أكثر بكثير مما قدمناه له. شكراً.